حسابات المبادرة وتوضيح كذلك أهداف مذكرة رفعت إلى الهيئات المختصة. ولكي لا أطيل عليكم أعطي الكلمة للأستاذ أحمد الحموش ليستحدث على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي. تنميرت أزول في اللون أزول في اللون. شكرا للإخوان في مركز الثقافة والأبحاث الأمازيغية، وما ننساش باش ننبههم على تحقق هذا المولود اللي هو مهم جدا اللي كان حلم في لحظة من اللحظات في مدينة طنجة. ثم كذلك الشكر للإخوان في جمعية زيري. هذا اللقاء كما شر الأستاذ بودريس في المداخلة ديالو سبقتني، طبعا تجي في واحد السياق ديال التفعيل ديال الديناميه المدنيه لتفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه، وهي ديناميه اللي كما شرح لي السي فايد بودريس تتهم ما يقرب من 800 جمعيه على المستوى الوطني، وهي اول مبادره اللي استطعت في اللحظه الحاليه انها تشكل منطلق جديد في النضال ديال الحركه المدنيه في بلادنا. لأول مرة أن الديناميات المدنية بكاملها تلتقي على مطلب ديال الأمازيغية من مقترح الأمازيغيين أو باقتراح من الأمازيغيين بما فيها مضامينها ومقتضياتها، بل يمكن أن نقول بأنها تشكل مؤشرا قويا على قوة الدينامية ديال المجتمع المدني سواء في جميع انشغالاته المدنية فيما يتعلق بالجمعيات الحقوقية والنسبية أو الأمازيغية أو غيرها. الأصدقاء الصديقات، لدينا دائما لحظات جميلة تنقضيها معكم في مدينة طنجة، وتتكون أحيانا منطلق لمسارات جديدة في العمل ديال النضال ديالنا من أجل الترسيم الميداني أو الواقعي للأمازيغية بعد الوعود الدستورية. ولكن اسمحوا لي نطرح معكم على الأقل واحد السؤال عريض جدا اللي يتعلق وانتم تتبعوا المسارات ولا الاوضاع ولا التشخيص ديال الاوضاع الحاليه السياسيه القائمه، انه بعد 4 سنين ونص تقريبا من اعتماد ديال الدستور ديال 2011، بعد 4 سنوات من تقلد الحكومه الحاليه لمسؤوليتها، الحصيله عندما يطرح عليكم سؤال البحث عن الحصيله على الامازيغيه خلال هذه 4 سنوات ونصف من ترسيم و 4 سنوات من تحمل الحكومه المسؤوليه، قد لا تختلفون معي ان قلنا بانها الحصيله ماشي صفر فقط بل اقل من صفر. لماذا اقل من صفر؟ لان كانت هناك مكتسبات قبل دستور 2011 الان بدات تنضطر كذلك. في الوقت الذي تيجي فيه تصريح حكومي بانه من المسؤوليه ديالو انه يفعل على الاقل ما جاءت به الوثيقه الدستوريه، تلاحظ بانه خلاف ذلك الناس يعتمدون نفس الايديولوجيا نفس المسارات، بل يعتمدون وسائل لاستغلال عاني للزمان بالدرجة الأولى من أجل تدمير ما تبقى من مقومات هويتنا الوطنية وبالأخص هويتنا الأمازيغية. صحيح أنه في اللحظة الأخيرة أو في ما يسمى بالسنة الأخيرة من الولاية الحكومية اللي أصبحت فيه في وضع لا تحسد عليه، وهي مطالبة أنها تستكمل المسارات التشريعية المقررة في الوثيقة الدستورية وبالأخص القوانين التنظيمية، لتتعرفوا بانه ترجع فيها الاختصاص بالدرجه الاولى في الماده 47 ديال الدستور ليس للحكومه وليس للبرلمان، بل يعود فيها الاختصاص للمجلس الوزاري. بعد رجوع النص ديال 47 النص الوحيد الذي يعطي الاختصاص للمجلس الوزاري لاقتراح مشاريع القوانين التنظيميه لوحده. هناك تفسيرات دستوريه هناك كذا، ولكن لا يهم. على كل حال الان الملك خطب في البرلمان في الدوره التشريعيه في اطار تفعيل ديال مقتضيات الماده 47 ويلح على الحكومه ان تصدر قانونا تنظيميا بسرعه قصوى. الان نتواجد في المرحله الاخيره كما ذكرت، ولكن هي مرحله الاصدقاء والصديقات مرحله حاسمه في ملف ديال الامازيغ. فاما ان نكون برغماتيين ونشتغل بمنطق استغلال الفرص السياسيه المتاحه، والا فننتظر في السنه المقبله من سنه 2016 وفي جوجنبير بالدرجه الاولى، والله اعلم كيف ستكون التشكيله الحكوميه بعد الانتخابات البرلمانيه، سنكون في وضع اكثر سوءا من الاوضاع اللي احنا فيها دابا الان.
قيم التعدد، قيم التعايش، قيم الوجود، قيم المساواة إلى آخره. أعتقد أنه إذا لم يقم الأمازيغيون، وليس الأمازيغيون فقط، والأمازيغيات والديمقراطيون والحقوقيون بواجبهم النضالي في المرحلة التي نتواجد فيها الآن، والتي لا تقل عن 6 أشهر من العمل، أي من الآن إلى حدود شهر جوان من السنة 2016، لفرض ضغطهم على الدولة من أجل ليس فقط إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بل كذلك لإصدار قانون تنظيمي فعال ومنصف وقوي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. نخاف طبعا، نخاف بأن السرعة ممكن أن تلعب على النوع، عامل السرعة ممكن يلعب على أن يؤدي إلى نتائج سيئة قد تؤثر على نوعية هذا القانون. المطلق لا يمكن أن نقبل في ما بعد دستور 2011 بمرتبة أقل من كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية. لا يمكن أن نقبل بتمايز أو تراتبية أو تحقير للأمازيغية في علاقتها مع ما تعيشه اللغة العربية في المؤسسات وفي المجالات الحياة العامة بكاملها. فترسيم اللغتين الرسميتين أصبح الآن منطلقا للتكريس للتعدد اللغوي والثقافي في بلادنا، وبالتالي وجب أن نأخذ بعين الاعتبار عندما تقرر الدستور في الفقرة الثالثة بأن تعتبر أيضا اللغة الأمازيغية لغة رسمية الدولة، تأتي واحد الفقرة فيما بعد لتقول وسيصدر قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي ليس للغة الأمازيغية، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. النص واضح، غير ملي غادي نتعاملوا مع المادة اللي جايه في الطريق الآن خصنا نتعاملوا معها بذكاء وفي نفس الوقت تطابق مع الوثيقة الدستورية والعناصر الإيجابية التي يمكن أن تساهم في تقوية مواقعنا وقوتنا ومطالبنا. وبالتالي فعندما نتحدث عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يعد الأمر فقط متعلقا بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بل لجميع مقومات اللغة الأمازيغية الثقافية، الحضارية، القانونية، التاريخية إلى آخره. بمعنى يجب أن نفكر بمنظور شمولي في التعامل مع ملف الأمازيغ في علاقته مع مختلف دواليب الدولة. فانتقال اللغة الأمازيغية من لغة الشعب إلى لغة رسمية هو مكسب مهم جدا، لحسن الحظ أنها لم تنتقل من لغة رسمية للدولة إلى لغة الشعب، بل العكس، لغة الشعب انتقلت من مرحلة ميدانية إلى مرحلة الحماية القانونية، وهذا ترجع فيه الفضل إلى كافة من ساهم من قريب بعيد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة اللي هي مهمة جدا للتكريس طبعا وبشكل ديمقراطي لثنائية اللغتين الرسميتين في وطننا. عندما تتحدث عن القانون التنظيمي، النص يقول في القانون التنظيمي يحدد وضعيتها في مجال في التعليم وفي المجالات الحياة العامة ذات الأولوية. عندما يطرح علينا أو عليكم سؤال ما هي هذه المجالات للحياة العامة ذات الأولوية؟ التعليم حسنا، وإن كان وضعية التعليم الآن يمكن يتحدث عليه الأستاذ أحمد عاصي، عنده معطيات مهمة جدا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع الذي أصبح يعيش وضعا لا تحسد. عندما تحدثت بأن الأمازيغ رجعت إلى أقل من الصفر فكنت أقصد ما يحدث في التعليم الأمازيغية خلاف ما كانت عليه في قبل سنة 2011 وما يقع لها كذلك في مختلف مجالات الإدارات العمومية. عندما نتحدث عن القانون التنظيمي فنقصد بالدرجة الأولى لا يمكن أن نفصل في المجالات الحياة العامة بين ما هو أساسي في الحياة المواطن العادي
من مأكل ومشرب وإدارة، والحق في الولوج للإدارة، والحق في الولوج للقضاء، والحق في الولوج إلى مرافق الصحة، في السكن، في الشغل، في إلى آخره. هذه كلها قضايا قناعتنا بأنه إضافة إلى محور التعليم هناك أربع مجالات يجب أن لا يغض عنها التفرقة من التنظيم. الشق الأول يتعلق بوضعية الأمازيغية في الإدارة العمومية. أنتم جميعا تعرفوا بأنهم غنكونوش حنا الأولين في العالم غنكرسوا التعددية اللغوية في الميدان. كاين تجارب قوية جدا في العالم استطاعت أن تفرز واقعا معاشا مغايرا مكرسا للديمقراطية، محترما للحق للإنسان في وجوده في أوطانه، بدلا أن يتم التعامل بمنطق اللاجئين أو أجانب أو أقل دنيا من الآخرين. فالإدارة العمومية الآن لما فيها لكارت ناسيونال تتهز معكم، ولا الفلوس تتهز معكم، ولا أي حاجة في الحياة الإدارية الخاصة بالفرد أو بالجماعة أو في العلاقة مع المؤسسات، يجب أن تكون الأمازيغية تخترقها عموديا وأفقيا. فما يمكنش باقي نهبطوا في المطار ديال طنجة وما نلقاوش الأمازيغية مكتوبة في المطارات، ما نلقاوش نهبطوا في المطارات ديال طنجة وما نلقاوش مثلا الناس اللي تيستقبلوا المواطن في مراكز الاستقبال تيهضروا بالأمازيغية. ما يمكنش باقي نطلعوا في الطيارة في طنجة وما نسمعوش الأمازيغية في الطيارة. ما يمكنش ندخل البلدية ديال طنجة وما نلقاش الوراق ديال العقود الازدياد، شهادة السكنة إلى آخره، جميع الوثائق الإدارية محررة باللغتين الرسميتين. وديك الساعة أنا حقي بغيت نكتب أنا بالعربي نكتب بالعربي، نكتب بالأمازيغي نكتب بالأمازيغي، أنت واحد ما يحرم. اترك الاختيار للمواطن، حقه ان يمارس اختياره، ولكن وفر له الامكانيات اللوجستيكيه والادبيه. ليس بمنطق البحث عن الترجمه احنا لا نفكر في وضع قانون تنظيمي غيخلق تراجمه للامازيغ في علاقتهم مع الاداره العموميه، او يقلبوا لهم على الترجمه كما كانوا بغاو يديروا في البرلمان، وكما بغاو يديروا في المحاكم، وكما بغاو في مجموعه ديال المجالات الاخرى. اعتقد ان موضوع ديال الامازيغيه في الاداره العموميه يجب ان يكون كما ذكرت في البدايه في اطار المبادئ التي تاسست عليها المبادره المدنيه فيما يتعلق بضروره التكريس لثنائيه اللغه الرسميه العربيه. نفس الشيء ينطبق على منظومه العداله، وعندما تحدث عن العداله ما تنقصدش القضاء. العداله تنهضروا بانه راه واحد النسيج كبير جدا فيه القضاة الجالسين، فيه القضاة الواقفين، فيه كتاب الضبط، فيه العدول، فيه الموثقين، فيه الخبراء، في القضاء المقيم، في المحاكم الإدارية الاستنافية إلى آخره. وأنتم أدرى بما تعيشه محاكمنا الآن فيما يتعلق بهذا المجال. يمكن أن يفهم، وهذا ما قامت به الحكومة الآن في الوقت اللي كان خصها، في 2011 و2012 اللي تقدمت الحكومة أنها تبدأ بأول قانون تنظيمي تعتمده هو قانون تنظيمي تبع الطبعة الرسمية الأمازيغية، بدأت بقوانين أخرى. ما العمل الذي ينتظرنا؟ ملي غيخرج القانون التنظيمي في الطبعا الرسمي الامازيغي كلشي هادو القوانين كلهم خصنا نعدلوهم عاود من جديد لتنسجم مع القانون التنظيمي لتفعيل الطبعا الرسمي الامازيغي. وانتم تعرفوا بان القانون التنظيمي راه اعلى بكثير من القانون العادي. راه ماشي هو قانون عادي، ماشي هو قانون المسطره الجنائيه ولا قانون الجنائي، لا، قانون التنظيمي اعلى بكثير، يجي في المرتبه الثانيه من الوثيقه الدستوريه، وبالتالي القوانين الاخرى التي اقل منه يجب ان تتطابق منه. ذكرت هذا الموضوع لماذا؟ لان عندنا واحد الظاهر مشؤوم، او واحد القانون عفوا مشؤوم ديال 25/1965 اللي تيلزم الى حدود الان وباقي معمول به القضاة والموظفين في الاداره العموميه ان لا يستعملوا في معاملتهم ولا في تواصلهم الا اللغه العربيه لوحدها، ولا يمكن ان يقبل القاضي او اي واحد في منظومه العداله بشيء اخر غير اللغه العربيه. وانتم تعرفوا بانهم اللي تيجي امازيغي للمحكمه ما تيعرفش العربيه، ما تيعرفش الفرنسويه، كيفاش يتعاملوا معاه؟ يجيبوا ليه شاوش يترجم ليه هكا من هذا القبيل، ولا يقلبوا له شي واحد في المحكمه ويترجموا ليه. ملي تيجي اجنبي اخر تيقلبوا بتعيين خبير من موثوق من عنده خبره، عنده قوه، عنده كذا، بمقابل اسرار اقدر من الاخر. انا ما تنقولش بان خصهم يرجعونا بحالهم باش يجيبوا خبراء باش يترجموا للامازيغيه، لا، هذه لغه رسميه يجب ان يبحثوا على السبل ديال تفعيل طبعا رسمي في المؤسسات ديال القضاء، وهذه مسؤوليه ديال الدوله. ما قدرش دبر راسها تحمل مسؤوليتها، ما قدرش الحكومه تستقل ونقلبوا على شي واحد اخر اللي غادي يتحمل هذه المسؤوليه. اما ان يتم التعامل معنا بهذا المنطق التقصيري فاعتقد بانه شيء اخر. فيما يتعلق بمجال ديال الاعلام، لان اعتقد انه بقات لي واحد 6 دقائق، مجال الاعلام نفس الشيء، ما يمكنش نتصوروا بانه عندكم دفتر تحملات اللي اعتمدته الحكومه منذ بدايه مهامها في حدود 30%، وهذيك 30% ما كايناش، 30% راه فيها 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 الدارجه وفيها الاخرى، بمعنى ما يبقى للامازيغ لا يتجاوز 5 أو 6% في البرامج الاعلاميه ديال القنوات بكاملها. وانتم تعرفوا جميعا بانه كاين قنوات التي تمارس ارتدادا
قويا ضد هذا التحولات بعله من بينها القناه الموجوده عندهم نادي المدان تي في التي لا تريد ان تعترف باي شيء، واعتقد بان موقعها في لازون فرانش يجعلها في وضع بعيد على الترسانه القانونيه، او انها تعتبر بانها ما دخلتش في السياده الوطنيه ديال بلادنا وقدامها في واحد المجال اللي هو دولي منطقه دوليه ما تتحطش لا بالدستور المغرب ولا القانون المغرب ولا حتى شي حاجه، نديروا اللي بغينا وفضينا الكلام. الجانب الاخر اللي هو ملف ديال التعليم اللي هو ملف استراتيجي، ملف استراتيجي جدا، بانه موضوع ديال الالزاميه ديال اللغه الامازيغيه والادماج ديالها عموديا وافقيا وكذلك في جميع المستويات ديال التعليم، اعتقد عندما يتم طرح القانون التنظيمي لا يجب ان يتم التساهل مع هذا الموضوع كيفما كان التقرير الذي صدر عن المجلس الاعلى للغه، المجلس الاعلى للتعليم والتربيه والتكوين والتكوين المهني، بغض النظر على ما تم قوله في حق هذا التقرير اللي هو تقرير خارج السياق الدستوري وخارج السياق الحقوقي للمغرب، فاعتقد بانه العديد من الامور لا زالت تنتظرنا من اجل اعاده الاعتبار فعلا للامازيغيه من بوابه هذا القانون التنظيمي الذي يمكن ان يكون اما ان يكون له دور في الدفع بالمغرب الى الامام من اجل مغرب اخر الذي يمكن ان نحس فيه بوضع جديد، او ان نعيش نفس الاوضاع السابقه. عموما اعتقد بانه علينا كذلك ان ننتبه جميعا الى عناصر مهمه جدا من الناحيه المنهجيه لوضع هذا القانون التنظيمي. حذاري انهم يجيو يخرجوا لنا شي قانون تنظيمي معلق على صدور براسيم. اصحاب القانون يعرفوا هذا الشيء، راه بحال كيوقع في الدستور الامازيغي لغه رسميه وسيصدر قانون تنظيمي، ممكن يخرجوا لك قانون تنظيمي في الطبع الرسمي الامازيغي ويقول لك اي نص يقول لك في انتظار صدور المرسوم، في انتظار صدور المرسوم، في انتظار صدور المرسوم، حنا بقينا عاوتاني واحد الخمس سنين اخرى ولا واحد 10 سنين اخرى، الحكومه شقات لها تخرج باش تخرجوا، ما شقات لهاش ما تخرجوش، عندها الميزانيه تخرجوا، ما عندهاش ميزانيه ما تخرجوش. حذاري كذلك ان يس ان 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 ان, أن, أن يخول أو أن يمنح وضع هذا القانون التنظيمي لغير أصحاب القضية، لغير أصحاب القضية. الطريقة التي تؤسس بها اللجان من أجل وضع قانون تنظيمي يجب أن تراعى أن تراعي الخبراء وأصحاب الميدان وأصحاب الملف وأصحاب القضية. راه النهار فاش توضع القانون ديال التعريف في بلادنا حتى شي واحد ما هضر معاه تيجيو عندو الخبراء ديال العربية هما اللي مشاو حطوه قادو كيما هو. إذا اللي غيتحط القانون التنظيمي للأمازيغية راه ما يمكنش نقبلوا الأعداء ديال الأمازيغية أنهم يجيو يفتيو علينا شي رجل في القانون التنظيمي. نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب القضية، نحن ناضلنا من أجل هذا من أجل هذه الأوضاع الجديدة للأمازيغية، وبالتالي فالأمازيغيون الأحرار الديمقراطيون المؤمنون بالمساواة هم الوحيدين اللي يمكن لهم يلعبوا الادوار ديالهم من اجل اقتراح مشروع قانون مسوده مشروع قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه. وشكرا لكم. واللي تلقى فيه ناقوس الخطا على عدم تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه، وتحدث ايضا على انتظارات المواطنين والمواطنات من هذا القانون التنظيمي. والان ساعطي الكلمه للاستاذ محمد الشميم ليتحدث على السياسات اللغويه والثقافيه والقانون التنظيمي المجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه. شكرا سيدي الرئيس سي عزيز الوجود على هذه الاستضافه في طنجة. في الحقيقة هذه المبادرة المدنية أتت في ظرفية مهمة جدا، هي ظرفية حاسمة وتأسيسية، في نفس الوقت أتت توازي هاد الضو كيضرنا شي شوية إلا جا على خاطر الكاست ديالي ولا وجهو شي توجيه آخر. قلت هذه الظرفية هي حاسمة لأن هذه المبادرة المدنية
هي مبادرة أتت موازية للإعداد لقانون تنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. إذا أنا شخصيا ما جيتش، بدينا اليوم من طنجة، يعني بدينا من الشمال، عندنا محطات أخرى ربما في الكناس، الحاجب أو صفرو، أكادير وغيرها من المناطق، دعوة هي مفتوحة. إذا هذه الموازات مع اشتغال لجنة ملكية، اشتغال أقول بأنها لجنة ملكية بعد أن عجزت الحكومة على إنشاء بعد أن قضت تقريبا دورتها، عجزت عن إخراج هذا القانون أو هذه القوانين. إذن وأصبحت الأمازيغية كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، أصبحت تحرج الحكومة. إذن كان ولا بد أن يكون هناك خطاب ملكي يوجه ما أو يوجه إليهم من أجل إعداد هذا القانون التنظيمي. فلقد تحدث الأستاذ أرحموش على القانون التنظيمي ذو الطابع الرسمي، لأنه الأمر يتعلق في الفصل الخامس من الدستور بقانونين. إذن تحدث الأستاذ أرحموش على تحدث عن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وما واللجنة لم تشكل بعد لإعداد هذا القانون. فاللجنة الموجودة الآن هي موجودة ملكية لإعداد القانون التنظيمي للغات والثقافة. أما ما يتعلق في الأمازيغية معناه تدبير الشأن السياسي بصفة عامة في المغرب، يعني لتدبير التعدد اللغوي وغير ذلك من الأشياء. فإذا هذه اللجنة الآن التي تحضر لقانون تنظيمي هي لجنة للغة، بمعنى للتعدد اللغوي وتدبيره وإنشاء سياسة لغوية، كما ربما في عرضي أتحدث فيه عن السياسة اللغوية. وهذا المجلس الوطني للغات والثقافة من الأمازيغية. فالمغرب لم يتحدث يوما عن السياسة اللغوية، ولم تكن لدينا سياسة لغوية وثقافية في المغرب. وربما أحلك الفترات التي عشناها هي فترة الاستقلال، هي أكثر من 60 عام من الأحادية ومن تهميش التعدد اللغوي ومن تهميش الأمازيغية. هذه مع العلم على أن الفترات السابقة كانت فترات تعايش اللغتين، اليوم التي أصبحتا لا رسميتين في الدستور. فسابقا وكل الدول المغربية وكل الإمبراطوريات كان هناك نوع من التعايش، بل الأمازيغية كانت تقوم بوظيفتها الحقيقية التي أراد الدستور اليوم أن يمنحها لها. ففي سابقا في مثلا في الدولة الموحدية كان الأمازيغية هي التي تنشر الدعوة الموحدية، كان الحفاظ بمثابة الوزراء هم الذين ينشرون. مسألة التعميم يتحدث عنه بأنه ظهر في القرن 17 في أوروبا، مع العلم أن الأمازيغية كانت هذا المبدأ مبدأ التعميم قد نشرت به الدولة الموحدية في القرن 12، والفرنسية ما زالت في ليل دو فرانس في مكان، والسلتية قائمة في فرنسا. إذن بالنسبة للجذور التاريخية للمغرب كان هناك تعايش، فقلت بأنه هذه الفترة فترة الاستقلال التي اتسمت بالأحادية فقط انطلاقا من مبادئ أو من أقانيم الحركة الوطنية وخاصة التعريب،
معناها أنه اعتمدت أحادية وأقصت كل اللغات الأخرى. فاليوم لنا عودة في الحقيقة، عودة إلى هذا التعدد، عودة إلى هذا التعايش، عودة إلى السلم. فإذا فتكرس اليوم في الدستور في سنة 2011، ولكن قبل 2011 يعني من 2001 منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحدث بظهير، وقبل الدستور معنى الظهير كان هو أقوى قانون ولا يمكن أن يلغيه إلا هذا القانون الآن الذي هو القانون التنظيمي أو الدستور. فلماذا إذن توقفت كل الوزارات المعنية وتوقفت الحكومة ونشهد هذا التردي الذي تحدث عنه الأستاذ حرحموش، هذا التردي في كل الميادين، في ميادين التعليم؟ لا حق لأحد أن يوقف الظهير حتى يتبين لنا هذا القانون الذي مسبوق إليه. فإذا معنى أنه كانت هناك قوانين، كان هناك ظهير محدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكانت قوانين وكانت الأمازيغية في التعليم. فهذا التردي الذي نشهده اليوم، أتذكر بأن إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية في عهد الوزير المالكي أعد مخططا يسمى بالمخطط الاستشرافي، كانت على الأمازيغية أن تعمم أفقيا وعموديا في سنة 2010-2011. فمن كان له الحق أن يأتي مثلا خشيشا أو يأتي بعض الأسماء في الأخرى الوزارية في الوزارة الثانية أن توقف الظهير وأن توقف التعليم وأن توقف الإعلام وأن توقف كل شيء؟ معناها أنه كان هناك مشكلتنا هو مشكلة اللوبي المغربي الذي ما زال يحن إلى الأحادية، ما زال يحن إلى لغة واحدة. هذا هو الإشكال. حتى وإن خرج القانون، حتى وإن خرج الفصل الخامس أو الدستور في الفصل الخامس من الدستور، ما زالت هذه اللوبيات قائمة. اقرأوا الأوراق الوزارات، وزارة التعليم أو وزارة الثقافة، ما زالت في هذا الكتاب لوزارة الثقافة حول الحقر اللغوي والثقافي يتحدثون عن البربرية، لا يتحدثون حتى عن، رغم أنه دستور واضح في أنه الأمر يتعلق باللغة الأمازيغية أو بالأمازيغ ولا يتعلق بالبربرية. شوف النص، معنى أنه هذه الأوراق. ومن الأوراق الأخرى المخجلة هي المجلس، ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية للمجلس، عفوا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي كان سابقا هو المجلس التعليم. الرؤية الاستراتيجية هذه أو هذا التقرير بعد صدور الدستور معناه أنه ليس هناك إلزامية للأمازيغية في هذه الورقة. ثم يشككون حتى في بعض المكاسب المهمة، وهو حفظ إفناء هنا في آفاق الثقافة في المغرب نحو ميثاق وطني لوزارة الثقافة، إذا تتحدث عن التراجع عن الخط الأمازيغي والاتفناء ومناقشة الخط الذي هو يكون صالحا للأمازيغية. معناه أنه هذا اللوبي الموجود الآن يوجد في أحضان الحكومة من وزارة الثقافة، وزارة التعليم والوزارات الأخرى المعنية وبعض المجالس الأخرى التي لها آراء استشارية كالمجلس الأعلى للتعليم، كلها إذن هي لوبيات، كلها جيوب للمقاومة. مشكلنا كما قال الأستاذ حرحموش هو أنه حتى وإن صدر هذا القانون ثم سوف تكون هناك فرامل أخرى تدعى بالمرسومات أو المذكرات الوزارية
متى تصدر وكيف تطبق. نحن عشت شخصيا تجربة كمنسق بين إركان والوزارة، عشت تجربة مريرة، وهو أن مثلا بعض المذكرات الوزارية التي تدعم الأمازيغية لا تطبق بالنسبة للأكاديمية. أنا أتذكر في 2007 أو 2008 ستة ديال الأكاديمية من 16 فقط هي التي استجابت لهذه المذكرة وأصبحت تقوم بتكوين وما يسمى بالخلية التتبعي والإيفالويسيون والتقويم. فلم تجتمع مع العلم أن كل هذه المذكرات يعني باسم أن الأكاديميات مستقلة، باسم أن الجامعة مستقلة. ما معنى الاستقلال هنا؟ إذن ما نخاف منه وهو أن يستمر هذا اللوبي في المغرب يعرقل دائما، وإن كان هناك فعلا ربما صدور، وأنا لي كثير من التفاؤل هذه المرة وأحسن ربما من المجلس الوطني السابق للتعليم الذي لم يعطي للأمازيغية شيء في مذكرته وفي رؤية، هي رؤية للعربية وليس للأمازيغية، ولكن هناك نوع من هذا القانون الذي يعد حاليا، ولكن هذا القانون الذي يعد حاليا للغات هو تدبير بصفة عامة، هو تدبير سياسي، ولكن هذا التدبير السياسي وهذه السياسية التي يترجمها القانون هي سياسة التي يخاف منها دائما، هي من هذه من جيوب المقاومة هذه. و استضمنا كثيرا، لا أخفي لا أفشي سرا هنا، أنا أتحدث عندما يشرحون تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، أعطوا لكلمة تظل معنى بأن اللغة العربية أنه نوع من التراتبية بين العربية والأمازيغية، وأن للعربية أسبقية في هذا الأمر، وبأنه هناك تراتبية بين العربية والأمازيغية. مع العلم على أن تظل هنا في الفصل الخامس هو تساؤل، فهو نقص للعربية أكثر من أنه يعطى لها شيء آخر. عندما نقول تظل بمعنى أنها تستمر، فالمعروف المعروف في عندما تأتي اللغة الوطنية لتحل محل لغة كان وافدة أو لغة استعمارية، فإذا يتساءل عن مصير هذه اللغة العربية مثلا، عن هذه اللغة مثلا كما وقع في الهند بالنسبة للغة الإنجليزية، هل تستمر هذه اللغة أم تلغى؟ هذا هو بيت القصيد في تظل، معناه أنه رحبوا بها وأعطوا لها الاستمرارية. لماذا؟ لأنه أتت لغة أخرى هي اللغة الأمازيغية كلغة رسمية. إذن الفصل الذي تعمل فيه حاليا اللجنة التي تعيد القانون التنظيمي هو ما يسمى بالفصل الخامس في الفقرة الأخيرة، يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية. هنا ما كاينش في النص الأخير للجنة ديال اللغات والثقافة التي تعمل فيه هذا النص، معناها لا ليس فيه هذه ما قد يخال إلى الإنسان بأنه هناك تراتبية في تظل العربية اللغة الرسمية وتكون اللغة الأمازيغية أيضا هي لغة رسمية. إذن قضية الحماية والتنمية أعطيت
بدون تراتبية وبمساواة. إذن الإشكال هنا هو أنه هذا القانون الذي سوف يصدر إذا صدر بكانت الصيغة صيغة القانون تؤكد على المساواة بشكل ما من الأشكال وتكافؤ الفرص بين اللغتين، هذا هو بيت القصيد. لأن فإذا تكافؤ الفرص والمساواة بين اللغتين في جميع المجالات، في المؤسسات، في الحماية، في التنمية، هذه هي المصطلحات، هي مصطلحات مهمة جدا أن تدرس ليقوم المشرع بصياغتها صياغة قانونية. إذا قلت بأنه إذا أتينا إلى طنجة اليوم وبدأنا هذا هذه اللقاءات المدنية، فهي لا لنناقش الأمازيغية أو لنناقش التعدد اللغوي وكيف دخل في الدستور، وإنما لننبه الدولة التي لا تريد إصدار مثل هذه القوانين، لننبه بأن المجتمع المدني هو موجود، وخاصة هذا المجتمع المدني لم يعد تلك الحركة الأمازيغية لا يعني الأمازيغيين فقط، وإنما يعني الحقوقيين والنساء. فهذه المبادرة المدنية نريد أن تكون هناك جمعيات فاعلة تقوم بقوة اقتراحية، فنحن نتفائل خيرا لأنه هناك جلسات الاستماع في هذه اللجنة. نحن نناشد كل الجمعيات، كل التنسيقيات أن تقوم باقتراحات عملية وتقدم أوراق بالنسبة لهذه اللجنة، وتكون أوراق ضغط على المجلس الوطني للغات والثقافة، حتى لا نكون غائبين كما فعلنا بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم عندما كان يصدر الرؤية الاستراتيجية أو التقرير. فينبغي إذن أن نتفاعل أكثر في هذه المرحلة الحاسمة، ونناشد كل الجمعيات ونناشد كل التنسيقيات الموجودة هنا في طنجة وفي كافة البلاد لأن تكون حذرة لما ينتج الآن في هذه المرحلة التأسيسية التي لم يعهد. هذه هي المرحلة التاريخية، هو منعطف تاريخي مهم، لم يعهد أن قمنا بسياسة لغوية كما نقوم بها اليوم، لم نعهد أنه نؤسس لمرحلة مهمة جدا بقوانين دستورية. فإذا النضال سوف يستمر وإن كانت هناك جيوب المقاومة، والوعي ينبغي أن نكون حذرين مما قد يأتي مستقبلا، ونقاوم كل ما يأتي، لأن هذا المشروع هو مشروع مجتمعي. هذا قضية التدبير اللغوي والتنوع اللغوي هو مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي، لم نعهد، لم ربما هي خصوصية مغربية لم نشاهدها في العالم. معناه أنه هو مشروع مجتمعي مندمج. ما معنى مشروع مجتمعي مندمج؟ لا نجد مثلا، لأنه الأمازيغية هي موجودة، كذلك العربية موجودة، ناطقون بها في الحسيمة وفي طنجة، وناطقون بها في أستازاك، معناه أنه لها الصبغة الوطنية، معناه أنه نحن لا نشبه لا الفلامانيين الذين لهم بعد جغرافي، ولا الوالونيين الذين هم بعد جغرافي أيضا وإقليمي، ولا الكتالانيين، ولا الباسكيين، ولا أوضاع الأقليات ولا الأغلبيات في سويسرا وغيرها. ربما الخصوصية المغربية، معناه التوجيهات في الخطابات الملكية عندما نقول بأنه الأمازيغية هي لكافة المغاربة، هذا التعميم لا نجد الفلامانية هي لكافة المغاربة، عفوا لكافة البلجيكيين، ولا الكتالانيين لكافة الإسبان، ولا غيرها. معنى هذا بالنسبة لي هو رجوع إلى الأصل، يعني معناه أنه اعتراف جديد هو الرجوع
إلى الأمازيغية التي هي لها الصبغة الوطنية وليس لها الصبغة الجغرافية والمنحصرة في الأقاليم. لهذه الصبغة غدا ربما عندما نتحدث جميعا ناطقون بالأمازيغية وبالعربية ننتج منتوجا مغربيا، ننتج مغاربة يتحدثون بلغتهم الأمازيغية والعربية، قد لا ربما تميز بين الناطق بالعربية وبين الناطق بالأمازيغية، ويكون الحسم في اللغتين الرسميتين بأنها منتوج وطني، وتكون الثنائية والإزدواجية بين لغتين وطنيتين رسميتين. ولا يمكن ولا نقبل كما فعل المجلس الأعلى من أن تكون الإزدواجية والثنائية بين العربية والفرنسية أو اللغات الأجنبية، يجب أن نميز بين ما هو وطني وما هو أجنبي. إذن هذا المشروع قلت ربما نصدره، هو خصوصية مغربية تستحق أن نتباهى بها بين الأمم، بأنه هناك ناطقين بلغتين منسجمين وليس متصارعين، يعني هناك تكامل كبير بين اللغتين، وهناك تكامل كبير بين المغاربة. عندما يسألون لا نقول أنا أمازيغي أو عربي، أقول أنا مغربي لأنني أتمتع بكامل الحقوق سواء كناطق بالأمازيغية والعربية وبالتساوي وتكافؤ الفرص وبدون تراتبية. السياسة اللغوية والثقافية المعتمدة في المغرب وافق سياسة مرحلة دستورية جديدة يضمن الأمازيغية حقها في المكان العام. والآن نعطي الكلمة للأستاذ أحمد عاصيد يتحدث عن المبادرة المدنية وافق تفعيلها. استمعت مع زوج اللون وزوارو الوالرس لميرخ حتما أخت اسمونت زيري نيمال فتور نسن ولا الناس نتوسنا دي الزوتن نتمازيغ تخطنجا فتوري تزلان نسن لنيان اللي غيدا ايا ونمقارد انا مور اكيسن نمقور نساول ازر في نتمازيغ اللي سان تقلخو زمزاد اللي غنلا في العرض ديالي غادي نركز على بعض التحديدات ضرورية بالنسبة للعمل اللي تعمل، وكذلك مخطط ديال المستقبل القريب بالنسبة لنا كفاعلين مدنيين فيما يتعلق بهذه المعركة اللي هي كنعتبروها المعركة الأخيرة المتعلقة بالمكتوب. المعركة ديال الأمازيغية من أجل التفعيل والنهوض هي معركة طويلة المدى، غادي يمكن تستمر مدة طويلة عقود أخرى، لأن استعادة الذات واستعادة الذاكرة واستعادة الحضارة هي ماشي حاجة اللي كتجي بسرعة، وإنما هي مسلسل طويل المدى. ولكن هناك أمور اللي خصها تعمل الآن وهذه غادي نركزوا عليها. أولا خصنا نلفتوا الانتباه للطبع ديال هذه المبادرة اللي هو غير مسبوق، ما عمره ما كان بحاله في السقف الماضي ديال الحركة الأمازيغية. لأول مرة كنشوفوا مبادرة فيها الفاعلين الأمازيغيين مع الحركة النسائية ومع الحركة الحقوقية. هذا التكتل عنده معنى عميق جدا، والمعنى ديالو ماشي فقط أن الفاعلين النسائيين والحقوقيين بغاو حتى هما الأمازيغية تنهض، بل أكثر من ذلك شعروا بأن معركة الأمازيغية هي معركة للتحرر. الأمازيغية هي فكرة ديال الحرية وديال تحرير العقل وتحرير الشخصية في بلادنا، تحرير من الأصنام، الأصنام ديال الماضي، الأصنام ديال الإيديولوجيات اللي ما كتحترمش الكرامة الإنسانية. هذه هي المعركة الكبيرة ديال الأمازيغية، ماشي فقط معركة واحد اللغة بغيناها تكون في المؤسسات وبغيناها تفعل الطبع الرسمي ديالها. الهدف ديالنا الكبير من بعد هذا الشيء كله منين الأمازيغية تاخذ بلاصتها وتنتشر والقيم الثقافية ديالها أيضا تنتشر، هذا هو الهدف الكبير، أننا نبنيو الإنسان المغربي ونبنيوه على أساس فكرة الحرية
وفكرة الكرامة اللي هما من صميم الثقافة ديال الإمازيغ. إذا هذا التكتل هو تكتل كيوعاو فيه الفاعلين الكبار ديال المجتمع ديالنا بأن المعركة واحدة، وهذا هو اللي كيجعل أن إمازيغا لما كتكون المرأة مظلومة كيكونوا في الطليعة في الدفاع على حقوق المرأة وعلى المساواة بين الجنسين. المعارك كلها اللي داز غير هذه السنوات الأخرى كانوا فيها الأمازيغيين في الصدارة وفي الطليعة مع الحركة النسائية، وكذلك حركة 20 فبراير جمعتهم، وكذلك نوع من المؤازرة لبعضهم البعض، لأن معركة ديال الحركة النسائية والحركة الأمازيغية هي معركة المساواة، المساواة بين الجنسين والمساواة بغض النظر عن الاختلافات في اللغة أو في العقيدة أو في العرق أو في النسب العائلي أو في اللون. فهذا يعني التواطؤ الإيجابي بين الفاعل المدني الأمازيغي والفاعل المدني الحقوقي والفاعل المدني النسائي ليس صدفة، بل هو لأن المعركة واحدة، لأنها معركة الكرامة. هذا من جهة. من جهة أخرى هذه المعركة هي الأخيرة بالنسبة لما هو مكتوب اللي كان بنيو عليه المستقبل، لأن بدون المكتوب ما عندناش الحماية. ناضلنا مدة 45 سنة باش وصلنا الأمازيغية كلنا كديمقراطيين إلى الوثيقة الدستورية، لكن لقينا أن هذا ما كافيش، لأن يمكن الأمازيغية تكون في الدستور وتكون ماشي محترمة في المؤسسات، وهذا واضح التراجعات اللي وقعت من 2011 الآن. النقاش اللي وقع في المجلس الأعلى للتعليم كيدل على أن هناك ناس ما كيحترموش الدستور وما كيعتبروش. إذا ما كافيش أن الأمازيغية تكون رسمية في الدستور، لا بد من دينامية اجتماعية. راه الحياة ديال اللغات ماشي هي الدساتير وماشي هي الكتابة، الحياة ديال اللغات هي أن هناك قوم كيحملوا هذه اللغة على أنها هما، على أنها هي الذات ديالهم. هذه هي الحياة الفعلية. الدستور هو فقط ضمانة قانونية اللي كتحمي باش كتلقى داخل المؤسسات المرجعية باش توقف واحد اللغة مؤسساتية، ولكن عمليا الحياة ديال اللغة خارج ما هو مكتوب هي في الدينامية الاجتماعية ديالها. ولهذا الدستور الآن كيقول قانون تنظيمي، القانون التنظيمي مازال ما تدار، هناك تراجعات في 4 سنين. هذه التراجعات لاش كترجع؟ كترجع لواحد الخطأ وقعت فيه الحكومة، خصنا ندققوه، لأن ماشي الحكومة ما بغاتش يدير قانون تنظيمي أو ما بغاتش يخدم الأمازيغية. الكلمة ديال رئيس الحكومة حنا كنفهموها لما تكلم على أن الحرج، هناك حرج في علاقة بهذا الملف، وتكلم مرة أخرى قال الملف بين يدي الملك. مقصود أن الأمازيغية هي من القضايا الكبرى ديال البلاد الحساسة اللي الملكية واخدها بين يديها كملف حساس وفيه نزاع، بحال قضية المرأة، بحال قضية الصحراء، بحال قضية ديال يعني الدين الإسلامي. هذه القضايا كلها فيها حساسية، ولهذا الملكية كتعمل توازنات، كتحافظ على التوازنات الداخلية من خلال هذه الملفات. لكن فين الغرض ديال الحكومة؟ حنا قابلين أن الفاعل الملكي عنده دور، لأنه يمكن حتى واحد ينكر بأن الفاعل الحزبي، الفاعل الملكي، الفاعل المدني كلهم عندهم أدوار، وكل واحد عنده ما يقول وعنده ما يدير وعنده مسؤولية ديالو. الغرض الحكومة هو أنها ما اعتبرتش المسلسل السابق اللي انطلق في الدولة من 2001. إلى كتنتظروا قانون تنظيمي أو كتنتظروا إشارة من الفوق باش تخدموا في واحد الملف، على الأقل الواقع اللي هو كاين واللي لقيتوه لما جيتوا للحكومة غادي تكملوا عليه. الغلط اللي وقعت في الحكومة أنها تخلت عن ذلك المسلسل. واش اللغة العربية تزولت من التعليم أو تراجعات لأن ما كاينش قانون لحمايتها كما ينص على ذلك الدستور؟ لا، الدستور ينص على قانون لحماية اللغة العربية، راه كاين أن يصدر قانون لحمايتها وكذا، ماشي قانون تنظيمي ولكن قانون لحمايتها، هو نوقفوا التعليم بالعربية ونعطيو للأساتذة العربية مهام أخرى في انتظار أنه يخرج القانون العربية. لا، العربية بقات غادا مزيان كيف كانت غادا من قبل. الأمازيغية نفس الشيء، لا بد من
الاستمرارية، ولا بد من ترصيد المكتسبات والبناء عليها. جميع تجارب الديمقراطية في العالم كتبني على أساس المكتسبات المتحققة. ما كاينش شي تجربة ديمقراطية في العالم اللي كتخرب داكشي اللي كان وكتعاود ترجع للصفر، ما موجودش. إذا خاص المسؤولين ديالنا والسياسيين ديالنا والأحزاب ديالنا والحكام ديالنا يعرفوا بأن إلا بغينا المغرب يمشي للقدام، جميع المكتسبات المتحققة خاصها تترصد ونبنيو عليها المستقبل. ولهذا السبب كان على السي وزير التربية الوطنية أنه يعرف بأن هناك مذكرات وزارية صدرت قبل مجيء لهذا المنصب، اللي هو واحد النهار غادي يغادروا كيف جالي، خصو يعرف بأن هذيك المذكرات راه التزامات ديال الدولة وديال الوزارة، وخصو يحترمها، وما عندوش الحق يجي ويقول كلام كيتنافى مع التزامات الوزارة في هذوك المذكرات. مثلا المذكرة الأخيرة اللي عملها سي محمد الوفا لما كان وزير التربية الوطنية كتقول بأن المدرس ديال اللغة الأمازيغية مختص في هذه اللغة وينبغي أن يصبح حالة قارة في النظام التربوي. هذه مذكرة ديال الوزارة. باش يجي الآن وزير ويبداو النواب ورؤساء الأكاديمية في المرحلة ديالو كيتخلاو على المدرس الأمازيغي وكيقولوا له غتقري لنا العربية لأن عندنا خصص، هذا خرق للمذكرة الوزارية، خرق لالتزام الوزارة. والوزير كان الواجب ديالو هو أنه يرد الاعتبار للقرارات والتزامات الوزارة. والأساتذة العربية راهم فائضين، ما يبقاش يضحك علينا شي واحد يقول لنا كاين خصص في تعليم العربية. تعليم العربية عندهم الأساتذة، ولكن كل واحد فين هربان من القسم، خصهم يرجعوا يقريو، وما عندهمش الحق ياخذوا أساتذة تكونوا منهم 14,000 أستاذ تكونوا في 10 سنوات باش يقريو الأمازيغية ويوليو كيقريو لغة الأمازيغية 11 سنة من 2004 غادي يقري لهم العربية؟ لا يمكن، لأنه يعني أصبح أستاذ متخصص. من جهة أخرى الصدمة النفسية اللي كتوقع المدرس الأمازيغي لما كنقولوا له أنت راه لست مختصا غتمشي تعاود تقري العربية، كتجعلو أنه أستاذ ما غاديش يقري العربية. بمعنى هاد الناس كيساهموا في الإفشال ديال تدريس اللغة العربية لما كيكلفوا أساتذة مختصين بمواد أخرى. فإذا هذا نموذج مثال ديال الخلل اللي وقع. إذا الحكومة كانت تفهموا أن الملف الأمازيغية كيتجاوزها، نتفهم ذلك، ولكن راه عندها التزامات في تصريح الحكومة. رئيس الحكومة قرأ علينا واحد التصريح حكومي في البداية الولاية ديالو وقال لنا فيما يتعلق بالأمازيغ غنديروا كذا وكذا، ما داروش هذاك الشيء، وهذه التزامات ديالهم. ما يقول لنا لا الكرة في الملعب الملكي، ولا يقول لنا الحرج يعمل غير داك الشيء اللي تعهد به التصريح الحكومي. احنا هذا الشيء كنطالبوا ليس أكثر. أما القانون التنظيمي فلما يجي راه غادي يوطد الوضعية الأمازيغية في الدولة. هذا من جهة. من جهة أخرى كنعتقد بأن هذه المبادرة الهدف الرئيسي ديالها هو إيقاظ الوعي بقيمة المساواة عند المغاربة. راه لا معنى لقانون ولا معنى لقرار ديال الدولة إلا ما كانش كيضمن المساواة بين المغاربة كلهم. والمساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية هي مساواة بين المغاربة. الاستمرار الميز بين الأمازيغية والعربية واستمرار الميز ضد اللغة الأمازيغية راه هو استمرار الميز ضد الأمازيغيين حاملي هذه اللغة. راه خص المغاربة يفهموا هذا الشيء. راه منين كتحقر واحد اللغة راه كتحقر جميع الناس الناطقين بها أو حتى غير الناطقين بها اللي كيشعروا بالانتماء إليها، وهم الغالبية العظمى ديال الشعب المغربي. لأن ماشي غير الناطقين اللي هو أمازيغ. عندنا في الحركة الأمازيغية مناضلون ما بقاوش ناطقين بالأمازيغية، ولكن كيعتبروا انفسهم كينتميو لهذه الهويه. اذا هاد الناس هادو كلهم كيتمارس عليهم الميز ناطقين وغير ناطقين لما كتحضر الامازيغيه. فهذا هو المنظور اللي خص يكون المساواه، مساواه بين البشر. والناس كينساو الانسان وكيبداو يتكلموا على لغه بحال اللي هي مفصوله عن الانسان. لا، ملي كتكلم على لغه راك كتكلم على ماليها، واللي كيحضر لغه كيحضر الناس ديالها. وهذا هو الخطاب العمق ديال الخطاب الحقوقي الكوني والدولي.
واللي حنا كاملين منخرطين فيه، واللي لولا هو لما كانت للأمازيغية شأن في البلد ديالها. هذه المرجعية الكونية أساسية، والدستور المغربي فيه واحد مكتسب كبير لل 2011 نضلنا جميعا حتى حققناه مع الحقوقيين، مع الحركة النسائية، مع كل الفاعلين الديمقراطيين السياسيين المدنيين. هذا المكتسب هو سمو المعاهدة الدولية على التشريعات الوطنية، وكون منظومة حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. ما عندش الحق شي مغربي يقول لنا بغيت هذا الحق وما بغيتش هذا. لا سيدي، هذا الحق هذا مرتبط بهذا، مرتبطين ما كاين فاصلوش. غادي تبغي الحقوق ديالك كلها وتعيش بكرامة، وإلا إلا بغيتي بعض الحقوق وما بغيتيش بعض، لأنك كتخطط للاستبداد، وحنا عينا بالاستبداد، ناس عياهم بالاستبداد. بغينا نخرجوا نتنفسوا الهواء ديال الديمقراطية، وباش نخرجوا من هذه الضائقة ديال الماضي لابد ما نحترموا بعضنا البعض، ونعرفوا بأن كل حق ما كينفصلش على الآخر. وأنا أعطيكم مثال، بعض الإخوان ديالنا من التيار المحافظ يقول لك حنا سيدي ما عندناش مشكل مع حرية المعتقد، اللي بغى يدخل في شي دين يدخل فيه، ولكن غير يمارسوا في دارو. هاد الاخوان ما كيعرفوش معنى ان المنظومه الحقوقيه الكونيه غير قابله للتجزئه. علاش؟ لان المرجعيه الدوليه لحقوق الانسان كتقول لك ان من حقك اعتناق دين معين، ومن حقك ممارسه شعائره فردا او مع الجماعه سرا او علنا. هادشي اللي كيقول حقوق الانسان. هاد الاخ ديالنا شنو كيقول؟ بغى واحد الحق يعترف به واحد الشويه، من حق الانسان يعتنق اي دين، لا اكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي كذا الى اخره، ولكن ما نبغيش نشوفه، خصو يتخبى. لا، انت كتجزئ الحقوق، بغيتي تعطي الانسان نصف حقه وتحرمه من النصف الاخر. لا سيدي، كما ان المسلم يعتنق الدين الاسلامي وكيوضع ديك الزربيه فوق كتفه وكيتم غادي كيتبختر في الشارع باش يشوفوه الناس راه غادي يصلي في المسجد، كذلك البهائي والمسيحي والشيعي واليهودي خصهم كلهم يفتخروا بالمعتقدات ديالهم، الا كنا كنعيشوا في دوله ديال الديمقراطيه وديال الكرامه وديال المواطنه. ولكن باش انت تبختر وانت كتمشى للمسجد وتحكم على الاخرين انهم يغبروا من قدامك لانك ما كتبغيش تشوفهم، انت عنصري وانت انسان لا تقبل ان الاخر عنده كرامه ديالو وانه مساوي لك. ولهذا خصنا نعلموا انفسنا كيفاش نحترموا الاخرين، وكيفاش نعرفوا بان الحقوق متساويه ومتماسكه متداخله في بعضها البعض. ولهذا الحقوق ديال الامازيغيه مرتبطه عضويا بالحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه كلها. ثم باش ما نطولش عليكم، الشموليه اللي هضروا عليها الاخوان في المداخلات ديالهم عندها زوج ديال المستويات. شنو معنى المنظور الشمولي اللي كنطالبوا به؟ هي شموليه من حيث اننا كنربطوا الثقافي واللغوي بالاقتصادي الاجتماعي السياسي. لا بد من هذه النظره الشموليه باش نفهموا بان الديمقراطيه كتبنى كلها ماشي جزئيا. يعني راه هذاك المواطن اللي انت غتعطيه اللغه ديالو الحق ديالو في اللغه ديالو الامازيغيه راه خصك تحترمه في استغلال الثروات. المنجم اللي كتجبد منه الذهب او الفضه، هذيك الارض اللي فيها المنجم، السكان اللي على هذيك الارض عندهم الحق في هذيك الثروه. كيف عطيتيه الحق في اللغه غتعطيه الحق في الثروه وفي المياه وفي الغابات وفي الموارد. هذا الحق مرتبط بهذا ما كينفصلوش. ما تعطينيش اللغه وتحرمني من حقوقي الاخرى. الامازيغيه ليست لغه. هادشي علاش في الشعارات ديالنا كنقولوا الامازيغيه، ما كنقولوش اللغه الامازيغيه، كنقولوا الطابع الرسمي للامازيغيه. شنو الفرق بين الامازيغيه واللغه الامازيغيه؟ الامازيغيه هويه ثقافه ولغه وحقوق اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. هذه النظره الشموليه اساسيه بالنسبه لنا وما يمكنش نتنازلوا عليها، لانها هي اللي غتبني الديمقراطيه في بلادنا. المعنى الثاني للشموليه هو انها منين كتدخل الامازيغيه للمؤسسات، كتدخلها باعتبارها لغه رسميه، خاصك تراعي ان القوانين الاخرى كل هذه الدوله تكون منسجمه مع هذا الادراج. ما يمكنش ابدا تعمل الامازيغيه رسميه في واحد المستوى وعندك قانون كيحقر الامازيغيه في شي جهه اخرى. جميع القوانين غتراجع لصالح
رسميه الامازيغيه، هذه ينظر الشموليه من جهه اخرى. ما يمكنش لينا نعتبروا ان الامازيغيه لغه رسميه تفعل بقانون تنظيمي وعندنا دروس في التربيه الوطنيه فيها الميز ضد الامازيغ او فيها احتقار ديال الامازيغ والتاريخ ديالهم. اذا خصنا نعاودوا النظر في درس التاريخ كله، واعاده النظر في درس التاريخ ماشي كنطالبوا اننا نكونوا حنا ونزولوا الاخرين، كنطالبوا بالعلم، كنطالبوا بالمنظور العلمي، كنطالبوا بان الوثائق والمرجعيات العلميه تحترم في درس التاريخ. حنا ماشي غادي نردوا على العنصريه بما يماثلها، لا، صحيح اننا تغيبنا من درس التاريخ، تغيبوا الرموز الامازيغيه من التاريخ، تغيبوا الاعلام الامازيغيه من درس التاريخ، وتغيبت الرموز الثقافيه والحضاريه ديالنا. اليوم كنطالبوا باش يرجع لها الاعتبار مع كل مكونات القرى. وهذا معناه انه خاص تكون واحد الشموليه على مستوى ربط الامازيغيه بمستويات اخرى اقتصاديه اجتماعيه سياسيه، وتكون الشموليه في ربط الامازيغيه بنظره انصاف لا للقوانين ولا للمضامين الدراسيه ولا لكل المستويات. ثم عندنا يعني مكتسبات، هذه المكتسبات ما يمكنش نتخلاو عليها لان بها غتنهض الامازيغيه. ولهذا السبب واحد الجمله كتقال بزاف خصنا ندققوها لان هي الباب باش نفهموا المكتسبات ديالنا. هذه الجمله كتقول الامازيغيه مسؤوليه وطنيه لجميع المغاربه، وفيها واحد المشكل. هذه الجمله كيجيو مجموعه ديال الناس ما باغينش يسمعوا كلمه امازيغيه اصلا، وكيقول لك شوف اسيدي الامازيغيه مسؤوليه وطنيه، اذا عندنا الحق باش نقولوا الراي ديالنا فيها. ولهذا كنقول لهم هذه الجمله خصنا نضيفوا لها واحد الكلمه، الامازيغيه مسؤوليه وطنيه ويريدون لها النهوض. اما هذوك اللي باغين ليها الموت ما كتدخلش في المسؤوليه ديالهم، لان المسؤوليه هنا ماشي مسؤوليه القتل بل مسؤوليه النهوض. فهما ناس غالطين كيتصحابهم غادي يدخلوا من هذه الجمله هذه باش يخربوا المكتسبات ديالنا. حنا كنقول لهم باننا جميع الاوراش اللي كتدار في اللغه العربيه ما كنتدخلوش فيها، لان عندها الاختصاصيين ديالها، واللي قالوا هذوك الاختصاصيين كنوقعوا لهم، كنقول لهم انتم اللي عارفين المصلحه العربيه اللي قلتوها حنا معاكم. ولكن ما كنقبلوش ابدا ان هاد الناس هادو اللي ما كيعرفوش الامازيغيه ولا باغين ليها الخير انه يجي ينصب راسو ويقول لك اسيدي غدير معايا التوافقات. التوافقات ما كتكونش في الحقوق الاساسيه، التوافقات كتكون في الامور التقنيه وفي الامور ديال التدبير والتسيير. اما في المبادئ الا غادي تدير التوافقات في الحقوق الناس راك غادي تخلى عليها. نديروا التوافقات في حقوق المراه، غادي يجي واحد السلفي غيقول لك البلاصه ديال المراه في الدار ايوا توافق معاه غدير معاه. ما يمكنش التوافق، التوافق لا يتعلق بالحقوق الاساسيه المصيريه اللي كتضمن الكرامه. ولهذا السبب كنقولوا بان الامازيغيه مسؤوليه وطنيه، نعم لجميع المغاربه نعم، ولكن جميع المغاربه اللي منخرطين في البناء الديمقراطي، اللي منخرطين معنا في المستقبل، اللي منخرطين في المنظومه الحقوقيه، ماشي هذوك اللي خارج هذا الشيء كله. هذوك الناس تجاوزهم القطار، وخصهم يفهموا بان راه تجاوزهم القطار، هذا الواقع، خصهم يلتحقوا والا غادي يبقاو خارج التاريخ. اخيرا ما يتعلق بالمكتسبات، الامازيغيه ديال جميع المغاربه ماشي ديال عرق او طائفه، لان ما عندنا شي اعراق صافيه في بلادنا، الشعب المغربي كله شعب موحد واحد وخص يكون متساوي في الحقوق وفي الواجبات. المساله الثانيه ان هذه الامازيغيه ماشي لغات قائمه الذات، الامازيغيه لغه وعندها فروع وتنوعات لهجيه، هذه الفروع قابلة أننا نشتغل عليها علميا كيف وقع في جميع اللغات الكبيرة في العالم باش تولي لغة قوية وتقوم بوظائف ديالها داخل الدولة. ثالثا أن التعميم الأفقي والعمودي لا رجعة فيه، حنا ما نبغيوش نسمعوا شي واحد كيجي من بعد 12 عام ديال العمل داخل المؤسسة ويقول لنا هذه اللغة تكون غير في الابتدائي. كيفاش فين عمرك شفتي لغة رسمية كتقرا غير في الابتدائي؟ هذه راه المهزلة، راه اللي كيقول هذا الكلام راه أمي وخصو يرجع يبدا القراية من الأول مع الناس اللي عندهم 6 سنين.
ما كايناش لغه رسميه في العالم غادي تشرط عليها وتقول لا هذه بغيتها غير هنا وبغيتهاش هنا. اللغه الرسميه تعني لغه المؤسسات، ولغه المؤسسات خصها اطر، والاطر خصهم يتكونوا والتكوين ديالهم في النظام التربوي. اذا ما تقوليش الابتدائي ولا تقولي عامين الاولى ولا تقولي عامين الاولى، راه الملك الحسن الثاني قالها في 94 ولم يتحقق ذلك. ما غاديش نرجعوا ل 94، حنا وصلنا بان الامازيغيه تعمم افقيا وعموديا. افقيا كل التراب الوطني، عموديا كل اسلاك التعليم من الابتدائي الى العالي. ثم الحرف ديال تيفينا هو مكسب تاريخي، لانه ماشي فقط حرف ديال الكتابه، بل هو كيحمل رمزيه الهويه ديال 4000 عام، وهذا هو القوه ديالو. فهذا الحرف هذا عنده اعتراف وطني في 10 فبراير 2003، وعنده اعتراف دولي في 2004 من طرف المعهد ديال معايير الابجديات اللي هو ايزو يونيكود، وعنده اعتراف اخر تقني كبير لما دخل في الويندوز 8 في يعني مؤخرا. وهذه المكتسبات كلها راكمها وطنيا ودوليا، واصبح عنده الشرعيه ديالو الوطنيه، وماشي داروه مجموعه ديال الناس معزولين، لا راه الاحزاب السياسيه تمت استشارتها، وما اصبحش الحرف وطني ديال الكتابه الا بعد ما كاين كلمه الاخصائيين والموافقه ديال الغالبيه العظمى ديال الاحزاب السياسيه باستثناء حزبين. ثم ايضا القرار الملكي اللي كانت فيه تهنئه، هذا الشيء كينساوه الناس، راه الملك محمد السادس عمل تهنئه لهذوك الناس اللي داروا حرف تيفينا، وتدارت التهنئه في الاذاعه وفي التلفازه الرسميه، وكانت في لاماب في الوكاله المغربيه للانباء، وصدرات الملك يهنئ هاد الاخصائيين على هذا الاختيار بعدما وافقت عليه الاحزاب. اذا يجي شي واحد اليوم يبدا يتكلم على تيفينا وحاله ما عندهاش الشرعيه، هذا الانسان اما عايش خارج المغرب واما سددني وما باغي يسمع والو، في هذه الحاله غادي يبقى في الهامش. اخيرا ما يتعلق ب المستقبل القريب، عندنا ندوات في طنجة، في صفرو، في مراكش، في أكادير، في مكناس، في عدد يعني غادي نعملوا بحال هاد اللقاءات في عدد من المناطق ديال المغرب، وكاينه حملات إعلامية في الصحف وفي المجلات وفي الإذاعات الخاصة وفي الإذاعة المركزية وفي القنوات التلفزية، غادي نوضحوا فيها مطالبنا بشكل حاسم وواضح. ومن ضمن هذه الحملات الإعلامية غادي تكون فيديو ديال المبادرة اللي غادي تشوفوه قريبا، واللي كيوضح في وقت وجيز هذه المبادئ الأساسية. ثم هناك حملة ديال الأقلام ديال الحركة الأمازيغية ديال الكتاب، اللي هما غادي يوضحوا أيضا كل هذه الأمور اللي كنتكلموا فيها. ثم لابد من اتصالات مباشرة مع مسؤولين، وهناك الآن استجابة من يعني مسؤولين ديال الدولة باش أنهم غادي يتلقاو مع المبادرة. ثم هناك أيضا العمل ديال اللجنة ديال المجلس الوطني للغات، وما هو مرتقب من وضع القانون التنظيمي ديال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. هاد الناس اللي في اللجان خصنا نشتغلوا معاهم بالمقترحات ديالنا وبالتواصل باش نبقاو قراب من الناس اللي خدامين داخل اللجان، كنعطيوهم معطيات وكيعطيونا المعطيات. هذا التفاعل ضروري الآن في هذه المرحلة الحساسة اللي كنجتازوها. ثم لابد من ارضيات ومشاريع، كل الجمعيات المدنيه من حقها باش تقدم مقترحاتها للجان، وراه كاين مواقع اللي تفتحات لهذا الغرض باش يكون هناك تجاوب. وكل ما كان الصوت الامازيغي قوي داخل اللجان وخارج اللجان اي في الشارع، كل ما كنا يعني الكفه ديالنا راجحه في هذا المقام. وبغيت باش نختم بواحد المساله، هو ان شنو اللي كينقص الدولة المغربية الآن؟ علاش باقيين كنتخبطوا في المشاكل؟ اللي كينقصها هو الحسم. الدولة المغربية ما حسناش الاختيارات، هناك ارتباك، وهذا الارتباك سبب وجود تناقضات، وهذه التناقضات السبب ديالها ازدواجية الدولة. الدولة ديالنا خص يولي عندها وجه واحد ماشي جوج، وخصها تحسم في الاختيارات، وهذا الحسم ضروري. علاش؟ لأنه هو اللي غادي يوقف المقاومة للديمقراطية من داخل المؤسسات. المقاومة اللي كاينة أن بعض الناس كيعتقدوا بأن التغيير ماشي في مصلحتهم، وكيحاولوا يخليوا الواقع كما هو،
حنا كنقولوا لهم انتم اول مستفيدين من التغيير. هذوك الناس اللي ما باغينش حقوق المراه فيهم عدد كبير من النساء اللي الدماغ ديالهم عامر بالفقه الذكوري ديال هذه 1000 عام. المراه خصها تفكر انطلاقا من ذاتها ماشي انطلاقا من الفقه القديم. ولهذا السبب اول مستفيده من حقوق المراه هي المراه، ولهذا خصها تكون من اجل احقاق الحق. فاذا خصنا نحسموا في الاختيارات ديالنا اننا بغينا دوله القانون، بغينا الديمقراطيه، بغينا فصل السلط، بغينا المواطنه باسسها الكونيه. الى حسمنا في هذا الشيء وحسمت الدوله راه غادي تولي الامور كلها مجرد تقنيات، ما غيبقاش عندنا هذا النقاش اللي عندنا الان فيه تصادم بين القيم وفيه تصادم بين مشاريع مجتمعيه متطاحنه. خصنا نخرجوا من التطاحن بالحسم لما فيه الخير للجميع، والخير ديال الجميع هو في الديمقراطيه، لان الديمقراطيه هي فيها حقوق الاغلبيه وفيها حقوق الاقليه. وهذا الشيء علاش خوتنا المحافظين ما بغاوش الديمقراطيه تكون قيم، لان كتلزم عليهم يحترموا حقوق الاقليه، وهما ما بغاوش. الديمقراطيه قيم وليست مجرد صناديق الاقتراع، وليست مجرد صوت الاغلبيه، هذا مجرد اليه من الاليات، لكن الديمقراطية